السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هز دماغك معايا يا جماعة. معانا عباد ابن حلين الأربع عجلات بنجهد لهم تيل مع السواقين الفاجرين. السواق يا جماعة ما بيرحمش، وبدوس فرامل ما بيرحمش، ما فيش رحمة. بصوا يا جماعة التيل، بصوا التيل. طب ايه اللي فاضل فيه تاني؟ وجاي اقول لك في صرخة قدام، زخة قدام. لما انت كلت الطنبورة يا ابني، بصوا من بره ما فيش حاجة. بصوا من جوه بقى، التيل كل الطنبورة خالص اهو. بص الجهاز، طب الجهاز هيروح فين تاني؟ يا عم انت، هو زي ما انتوا شايفين. بصوا جبنا طبعا تيل جديد مع الحج من الحج، شوق كامل تيل جديد اهو من الحج، شوق كامل. بس طبعا كده الطنبوره خفت. بصوا هنا، كده الطنبوره مش هتبطل، واكل تيل مع الراجل ده اهو. هنا يا جماعه هترجع البسم ده، طبعا هتجيب التيل تركبه اللقمتين. دي اول عجل ورا بقى، دي كويس ورا بقى، دي كويس. يعني يا ريت السواقين اتقوا ربنا، اتقوا ربنا، اتقوا ربنا فينا يا شيخ.